هي المستشفيات الجامعية موجودة على قائمة أولويات الدولة، خاصة فيما يتعلق بأعمال التطوير والتأهيل، عشان بمنتهى البساطة تقدر تقدم خدمتها الطبية والصحية للمواطنين بكفاءة وبجودة عالية، اللي دايما كمان بيكون عندهم ثقة في جودة وكفاءة الخدمة الموجودة في المستشفيات الجامعية. فبالتالي لازم تكون بالفعل هذه الجودة موجودة عشان تكون الثقة في محلها يا شاسر. صحيح، وعشان كده جمانة تم افتتاح المرحلة النهائية من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي اللي تم تجهيزها بأفضل التقنيات عشان تكون إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر. هنعرف تفاصيل أكتر في التقرير اللي جاي. الدولة على تطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية، حيث تم افتتاح المرحلة النهائية من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي الذي يعد إضافة قوية لمنظومة الرعاية الصحية في مصر، وحيث تم تجهيز الشكل الأمثل للتيسير على المرضى وتخفيف آلامهم وتقديم كافة سبل الدعم لهم. وقد تم تخصيص 8 أفدنة جديدة كامتداد لمستشفى بدر الجامعي التي سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة لزيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى وزيادة الخدمات التي تقدمها لتكون قادرة على خدمة سكان منطقة شرق القاهرة باعتبارها المستشفى الجامعي الوحيد بالمنطقة، وحيث تخدم المستشفى حالياً نحو نصف مليون مواطن بمدينة بدر والمناطق المحيطة، كما أن التوسعات الجديدة للمستشفى تستهدف مواجهة الأعداد المتزايدة عليها خلال الفترة القادمة. وسيتم تشغيل المستشفى بنظام المعلومات الصحية Health Information System الذي سيتم تطبيقه على جميع الأقسام الطبية والأشعة والعيادات والمعامل والصيدليات. ويقوم النظام بإنشاء ملف إلكتروني يشمل التفاصيل الطبية الخاصة بالمرضى والأشعة والتحاليل، مما سيؤدي إلى تسهيل متابعة ورعاية المرضى بدقة. وكذلك يساعد الأطباء على إجراء البحث العلمي من خلال توافر المعلومات الطبية الخاصة بالمستشفى. وزي ما تابعنا مع حضراتكم في هذا التقرير، في اهتمام كبير جدا بأعمال التطوير في مستشفى بدر الجامعي اللي بيخدم أكثر من نص مليون مواطن بمدينة بدر والمناطق المحيطة به. كمان الحقيقة من الحاجات المهمة تشغيل مستشفى كمان بنظام المعلومات يا شاذلي. طبعا ده مهم جدا، المعلومات الصحية وإدخال كمان النظام الذكاء الاصطناعي في المنظومة، ده بالتأكيد بيسهل متابعة ورعاية المرضى بكل دقة. خلونا نعرف تفاصيل أكتر، معانا عبر الهاتف الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية. دكتور صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ ميكو، عبر جمانة تحياتي لكم ولمشاهدي حضراتكم الكرام. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نتكلم عن مستشفى بدر الجامعي وإيه التطوير تحديدا اللي تم فيه. يعني واحدة من الإنجازات التي تقوم بها الدولة المصرية في مجال تطوير الرعاية الصحية من حيث الكم والكيف هي مستشفى بدر الجامعي، يمكن احدث ما انضم الى المنظومه تقديم الخدمه الصحيه في جمهوريه مصر العربيه. مستشفى بدر الحقيقه واحده من المستشفيات الجامعيه اللي بتخدم منطقه مهمه جدا، وهي منطقه بدر اللي عدد سكانها النهارده بيزيد عن نص مليون نسمه، بالإضافة إلى التوسعات الموجودة في العاصمة الإدارية الجديدة. مستشفى بدر التطوير يشمل زيادة عدد الأسرة من 65 سرير، النهاردة بقينا 230 سرير، يعني في 170 سرير للمرضى الداخليين تم إضافتهم لمنظومة الرعاية الصحية. غرف الرعاية المركزة زادت من 6 غرف الى 29 غرفه، يعني احنا النهارده بنتكلم على 23 سرير عنايه مركزه تم اضافته الى منظومه الرعايات المركزه في جمهوريه مصر العربيه. حضانات الاطفال من 10 حضانات الى 18 حضانه. عدد اسره الغسيل الكلوي من 10 الى 18 ماكينة غسيل كلوي. العيادات زادت من 9 عيادات إلى 28 عيادة. بقى في عندنا وحدة للقسطرة القلبية لم تكن موجودة قبل ذلك. بقى في عندنا وحدة لعلاج الأورام
لم تكن موجودة قبل ذلك. ففي وحدة للتشخيص والعلاج بالمناظير لم تكن موجودة قبل ذلك. غرف الأشعة زادت من جهاز واحد إلى 5 غرف للأشعة. فالحقيقة إحنا بنتكلم هنا على توسع كبير من حيث الكم ومن حيث الكيف. زيادة عددية وفوقية وزيادة تخصصية في مجال تقديم الخدمة الصحية في المستشفيات الجامعية. طيب دكتور، يمكن إحنا اتكلمنا بشكل عام عن تأهيل المستشفيات، تأهيل المنشآت، لو هنتكلم عن تأهيل الكوادر الطبية، ازاي بيتم تدريب الطلاب في المستشفيات الجامعية قبل مزاولة المهنة؟ ايه الخدمات الطبية والصحية والتدريبية كمان اللي بتقدم ليهم؟ يعني احنا النهارده مستشفى بدر الجامعي تتبع كلية الطب جامعة حلوان في التي تتبع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. النهارده كليات الطب المصرية اللي من ضمنها كلية الطب جامعة حلوان في سنة 2019 حصلت على اعتماد هيئة ضمان جودة التعليم، اللي بالتالي أهلها وأهل كل كليات الطب الحاصلة على اعتماد هيئة ضمان الجودة والتعليم للحصول على الاعتماد الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي ولمدة 10 سنوات. يبقى بالتالي بقى عندنا خريج من كليات الطب المصرية حاصل على اعتماد الاتحاد العالمي للتعليم الطبي. احنا تم تطوير منظومه التعليم الطبي الحقيقه منذ فتره لتتحول من نظام الفصل الدراسي الى نظام الساعات المعتمده والنقاط المعتمده، وتحول المنظومه الى نظام المهارات والجدارات. زادت فتره التدريب الاكلينيكي بدل ما كانت سنه واحده بقت سنتين، عشان يبقى فيه ارتباط اكثر بالمستشفى، ارتباط اكثر بالكشف الاكلينيكي، التعرض المبكر للطلاب للمرضى والتعامل معهم. فالحقيقه احنا النهارده بنتكلم على تطوير كبير جدا، ومش تطوير محلي، لا ده تطوير محلي كبير معتمد عالميا. عظيم. دكتور حسام، عندي فضول اعرف الوضع كان عامل ازاي قبل تطوير مستشفى بدر؟ السكان مدينه بدر كانوا بيتلقوا خدمة صحية عاملة ازاي؟ هل كان في تخصصات زي ما حضرتك قلت انه تم اضافة تخصصات لان التوسع كان كمي وكيفي، فالتخصصات اللي كانوا محتاجينها مثلا ومش موجودة في مستشفى بدر كانوا بيتعاملوا ازاي؟ يعني الحقيقة كانوا بيضطروا ينتقلوا الى اقرب المستشفيات سواء التابعة للصحة او التابعة للجامعات. يمكن اقرب حاجة تابعة للجامعات كانت مستشفى الدمرداش جامعة عين شمس، وتخيل بقى حضرتك المسافة، مشوار طبعا مدينة بدر إلى العباسية، أو المستشفيات زي هليوبلس التابعة لوزارة الصحة والسكان، ودي مسافة برضو كبيرة. بس احنا برضو مش عايزين نغفل إنه يمكن في الفترة السابقة لما افتتحت المستشفى كان عدد سكان المدينة لا يزيد عن 100,000 نفمة. خلال الـ4 5 سنوات اللي فاتوا الرقم ده زاد إلى 500,000 نفمة، بالإضافة إلى الزيادات اللي هتحدث نتيجة الانتقال القريب إن شاء الله إلى العاصمة الإدارية. وده بيؤكد يا دكتور حسام إن في متابعة مستمرة، يعني عدد السكان بيزيد، فإحنا فكرنا في الموضوع إن إحنا نزود خدمات كمان ويكون في توسع في المستشفى وتطوير فيها كمان. وبيؤكد ما سبق أن قلناه وأكدناه، إنه الدولة المصرية منظومة الصحة ومنظومة التعليم على رأس أولويات، وإنه على الرغم من كل الظروف العالمية التي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، التي أدت إلى زيادات الأسعار، التي أدت إلى الأزمات العالمية في سلاسل الإمداد، ولم تتوقف الدولة المصرية عن دعم الخدمة الصحية والرعاية الصحية للمواطنين سواء في التعليم العالي والبحث العلمي أو في وزارة الصحة. بكل تأكيد يا فندم. طيب دكتور حسام، هل هيكون في عيادات مسائية في مستشفى بدر؟ بالتاكيد يا فندم، لانه العيادات المسائيه هي منظومه ناجحه جدا بتكليف وتوجيه من السيد الرئيس، بتحقق الحقيقه رضا متلقي الخدمه لانه بيبقى عنده مجال واسع انه يروح طوال اليوم، وفي نفس الوقت هي من باب تحسين بيئه العمل وتحسين الوضع المادي العام للعاملين في القطاع الصحي. عظيم. طيب كيف تم ادخال النظام الذكاء الاصطناعي في هذه المنظومه؟ يعني هو واحدة من أهداف الدولة المصرية، ويمكن
اللي بيتبناها السيد الرئيس بشكل مباشر هي مصر الرقمية. وبالتالي هناك توجه قوي جدا من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور سيد قنديل رئيس الجامعة لرقمنة الجامعات المصرية والتي جزء منها المستشفيات الجامعية. فالحقيقة الدولة بتتحرك على منظومة عملاقة لميكانة كل المستشفيات الجامعية، وده مبادرة رئاسية. جزء من الرقمنة دي انك تزود عليها مش بس السجلات الالكترونية، لا كمان استخدام الذكاء الاصطناعي في الاشعة، في تشخيص الاورام، في كثير من التلي ميديسين والتشخيص عن بعد. فالحقيقة ان استخدام الذكاء الاصطناعي على بنية رقمية تحتية ده مرحلة متقدمة من الرقمنة ومن الميكنة. كل الشكر ليك يا فندم دكتور حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.